انا اسمي احمد شوقي عثمان، جدي الحاج عثمان عبد الحميد، الحمد رب العالمين، كان اسطى باشا رئيس مصلحه كسبه الكعبه في مصر، وكان تولى رئاسه المصلحه سنه 24 وسنه 25 وسنه 26، وكان لنا الشرف الكبير ان احنا تخرج الكسوه من تحت ايدينا لثلاث سنين ورا بعض. انا بدات المهنه ديت مع والدي من كان عندي ست سنين او سبع سنين كمان. انا مدرستي كانت خان الخليل الابتدائيه، وسكني في العماره اللي جنب مننا، فما كنتش ما عنديش مجال ان انا اخرج كتير او بعيد عن خان الخليلي، فكان من مدرسه للبيت لاعدي على والدي هنا شويه، اقف شويه معاه. يعني ابتدى بقى ان انا احب المهنه من اول ما خلصت الابتدائيه ودخلت اولى اعدادي، فابتديت بقى ان انا انزل مع والدي واشوف الناس، فقال لي بقى اقف اتفرج، فقعدت فتره كبيره من الزمن اقف اتفرج على العمال والمعلمين شغالين، عايز اعرف ايه الهدف. كان الهدف كله ان انا اعرف ازاي النول بيتعمل، ازاي النول اشده، ازاي يتلزق، ازاي الورقه بتيجي من عند الخطاط، عمليه التخريم بتاعه الورقه، مراحل الصناعه كلها، زي ما بيقولوا كده شربها لي، شرب لي الصنعه يعني واحده واحده كده زي ما بيقولوا يعني. والحمد لله رب العالمين انا حبيت المهنه لقيمتها الروحيه، يعني المعنى الروحي بتاعها كان اعلى بكتير قوي من اي ماديات ممكن حد ينتظر من وراها اي ماده يعني. هي كسوه الكعبه كان ليها دار مصلحه الكسوه اللي موجوده في الخرنفش جنب مدرسه الفورير، وديت كان بيشتغل فيها 10 اسطوات شغالين في الكسوه الشريفه، كان في 10 اسطوات بس، يمكن في عندي جرايد قديمه مكتوب فيها حكايه الاسطوات العشره الذين يصنعون الكسوه الشريفه. فكانوا العشر دول بيشتغلوا على الكسوه من السنه للسنه. وجدي تولى رئاسه المصلحه ثلاث سنين ورا بعض، وبعدين في جت وبعد كده وبعدين ناس كمان، لحد ما وقفت الكسوه من مصر. طبعا كنت بسمع بقى من والدي، طبعا انا ما حضرتش الحاجات ديت، انا بس كنت بسمع من والدي، ووالدي يعني سمعها من جدي، خروج المحمل من دار الكسوه والموكب المهيب اللي كان بيحضره الملك، وطبعا فرحة الناس في البلكونات وفي الشوارع في خروج المحمل والزفة الكبيرة ديت. في ناس بقى كانت تحذف بونبوني، في ناس تحذف ملبس، في ناس تحذف عملات معدنية للأطفال اللي ماشية مع الموكب. كانت حاجات جميلة أوي. يمكن حتى كمان الناس اللي كانوا بيبيعوا البخور، والناس اللي بتبخر، والناس اللي بيسقوا ميه الموارد وبتاع، كانت يعني كان احتفاليه جميله جدا ورائعه يعني بصراحه. يمكن انا كان نفسي احضر حاجه زي كده، انما للاسف يعني ما كنتش لسه اتولدت يعني. طبعا هو بعد ما وقفت الكسوه من مصر، والدي بقى فكر ان هو يعمل نماذج صغيرة زي الكسوة، ونحافظ على هويتنا ونحافظ على الصناعة وسر الصنعة. ابتدى بقى يعمل مقاطع صغيرة من كسوة الكعبة بالظبط، زي أناديل يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، أنديل الله أكبر، حزام قال الله تعالى، حزام إن الله وملائكته، باب الكعبة بشكل مصغر، طبعا لأن الشغل بتاعنا يدوي بحت، ما فيهوش أي نوع من أنواع المكن خالص. انما زي ما تقولي يعني العوامل الاقتصاديه وغلو المعيشه والصنعه كمان مكلفه، فبقى الاقبال عليها ضعيف شويه. انما الحمد لله رب العالمين يمكن زبايننا معروفه في كل انحاء العالم، لان احنا بنمثل امتداد للمهنه وللتاريخ كمان مع بعض. انما نتمنى ان الدوله تحاول تحافظ علينا اكتر من كده، ودخلنا معارض باستمرار، وتعرفنا يعني وتعرف المهنه دي للناس على مستوى العالم كمان، حتى نوري الناس ايدي العامله المصريه والصناعه والفن الجميل ده ازاي نحافظ عليه. والحمد لله انا كنت حضرت مهرجان دولي في اوزبكستان في بخارى، وكان في حوالي 80 دوله او 90 دوله على مستوى العالم، وشفت ناس كتير جدا هناك بتشتغل زينا كده. بس الحمد لله رب العالمين مصر كان ليها الرياده في شغلنا، وخصوصا ان معظم شغلهم هناك يختص على الجلاليب، فساتين، زخارف، مفارش، ما فيهمش حد بيشتغل زينا كده
في الآيات القرآنية أو كسوة الكعبة.